السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما المجالس التي فيها تذكير بكتاب الله سبحانه وتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير بالفقه في الدين مجالس مباركة، ونسعد أن تكتب في صحائف أعمالنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فإنه ثم قوم أضاعوا أعمارهم في اللهو واللعب، أضاعوا أعمارهم في الملاعب والمسارح والملاهي والجدال الذي لا فائدة فيه، فهذه أيضا ستثبت في صحائف أعمالهم. يسعدنا أن نلقى ربنا سبحانه وقد ملئت صحفنا بالتذكير بكتاب الله وباستماع كتاب الله وباستماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنيئا لأصحاب البيوت التي تذكر فيها أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن قصص الأنبياء وأن قصص الصالحين تستفاد منها العبر. وقد قال الله تعالى في شأن أنبيائه الكرام من على شاكلتهم، قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص لها تأثير في تثبيت الفؤاد وفي التأدب والأخلاق وفي تقويم المعتقدات والاستعداد ليوم المعاد. ولا شك أن رسل الله الكرام هم خير الناس وأفضل الناس وأعقل الناس، وهم أئمتنا الذين نقتدي بهم ونهتدي بسيرهم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. ثم بعد رسل الله الكرام يأتي الأصحاب المقربون للأنبياء، أصحاب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم، ليست أقوالهم وحي يوحى، ولكنها أقوال يستنار بها ويستضاء بها، وخاصة عند حالة الاحتضار والاستعداد للقاء الله. وقد لفظوا الدنيا وراء ظهورهم. الشخص إذا كان في فراش الموت كلماته تكون مخلصة، لا يبتغي بها رياء ولا سمعة، إنما هو بين يدي الله سبحانه ويحتاج إلى أن يرحمه الله، فليس بحاجة إلى أن يكذب، وليس في حاجة إلى أن يلوث صحيفته بمزيد من المعاصي، بل يكون أشد إخلاصا. أعني الشخص منا إذا كان في حال الاحتضار كل ما وراءه من الدنيا يلفظه ويبدأ في الاستعداد للقاء الله، فكلماته في الغالب تكون صادقة وتكون مخلصة. ولعلنا تذكرنا قصة مقتل عمر رضي الله عنه ومقولات عمر رضي الله عنه وهو في فراش الموت وهو صياح في هذا المقام، واستفاد منها فوائد عظيمة. ومن أراد أن يعظ مواعظ مؤثرة فليبحث عن حالات الاحتضار، احتضار الصالحين، فلها تأثير قوي على القلوب بإذن الله. مع قصة احتضار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم من هو عمرو بن العاص. فكان في الجاهلية شديدا وصعبا،
على المسلمين كما سيحكي عن نفسه رضي الله عنه. ولما من الله عليه بالإسلام تغيرت أحواله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. فنستمع إلى الرواية التي رواها مسلم، وهي رواية صحيحة الإسناد، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. إن أغلب القصاصين الذين يذكرون الحكايات، أغلب هؤلاء القصاصين يكونون يشوبون الصحيح بالضعيف، ويشوبون الصدق بالكذب، همهم إضحاك الناس أو إبكاء الناس. لكن إذا صحت لنا القصة بسندها، وهي في صحيح مسلم، وصحيح مسلم من الكتب المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة كما لا أخفى عليكم، إلا ما انتقد من أحاديث وهي يسيرة جدا. أما هذه القصة فلا أعلم أحدا توجه إليها بانتقاد، وهي في صحيح مسلم من طريق ابن شماسة المهري قال: ما حصله. وأحب أن أقرأها بلفظها حتى لا أتقول على عمرو رضي الله تعالى عنه. ونحن دائما وأبدا نحتاج إلى السنيد الصحاح نثبت بها أي معلومة. نعم، قد تزل قدم شخص ويذكر قصة بلا مستند للإضحاك والإبكاء، فلا نعتمد مثل هذا، خاصة إذا كانت القصة تتضمن طعنا في عرض شخص صالح شهير. نحتاج إلى أن نتثبت من الإسناد، وهل من الأولى ذكرها أو ليس من الأولى ذكرها، هذه مسألة أخرى. فنحن الآن مع قصة احتضار عمرو بن العاص، وماذا كان منه في ساعات الاحتضار رضي الله تعالى عنه. أخرج مسلم بسنده إلى ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني جئناه وهو في سياق الموت، فبكى بكاء طويلا، بكى بكاء طويلا. ولما يبكي الشخص في هذا المقام؟ لأن الشخص إذا نظر إلى ما هو آت، ما يدري ما الله فعل به في القبر، سيسأله الملكان أسئلة هل يوفق للإجابة عليها. فالله هو الذي يثبت في هذه المقامات. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهو كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: بتثبيت المؤمن في القبر عند السؤال، إذ يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إما إكرام وإما ضرب بمطارق من حديد على الرأس. فالشخص مهما كان، وكما قال الحسن البصري في شأن النفاق، ما أو ابن أبي مليكة وغيره: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فالصالحون دائما يخشون على أنفسهم من النفاق، ولا يكاد أحدهم يزكي نفسه. حتى أنه يروى أن عمر كان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان يقول له: يا حذيفة، أنا منهم؟ فعمر كان يسأل حذيفة بن اليمان عن أسماء المنافقين: هل اسمي أدرج في المنافقين؟ يا حذيفة، الشاهد أن أهل الإيمان يخافون على أنفسهم. فعمر بن العاص لما حضرته الوفاة وفي سياق الموت، حول وجهه إلى الجدار فبكى بكاء طويلا، بكى بكاء طويلا وهم حوله لا يريد أن يروا صفة بكائه. حول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي بكاء طويلا، فجاءه ابنه يذكره، جاءه ابنه جعل يقول يا أبتاه. وهذه اللغة العربية: يا أبي، يا أبتاه. لم يقل له يا بابا، إنما يا أبتاه. هذه اللغة نحييها أيها الإخوة في القرآن، نزل بلسان عربي
مبين كما قالت فاطمة للرسول لما حضرته الوفاة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. فاللغة التي نزل بها القرآن يا إخوة نستعملها ونحييها، دعنا من يا بابا يا ماما يا بابي يا مامي، لغة القرآن نحييها بلسان عربي مبين. فابن عمرو بن العاص جاء يقول: يا أبتاه. وبالمناسبة عمرو بن العاص فتح الله به مصر، قال: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني في بشرات من رسول الله لك يا أبي، فلما يعني لما البكاء الطويل؟ يذكره بما يطمئنه، وهذا حال أهل الصلاح، حتى يذكر المؤمن بالظن الحسن بالله في حالات الاحتضار. قال ابن عباس لعمر وعمر في مرض الموت: يا أمير المؤمنين، أبشر أبشر، لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ثم مات أبو بكر وهو عنك راضي، ثم ها أنت تموت ونحن عنك راضون. ولكن أهل الصلاح أيضا قال نحوه ابن عباس لعائشة لما حضرتها الوفاة ودخل عليها فعرفت أنه سيزكيها، قالت: يا ابن عباس لا تزكي. قال: يا أم المؤمنين، ابشري، ما تزور الرسول بكرا غيرك، كنت أحب نساء النبي إليه، وجعل يبشرها. لكن أيضا المحتضر لا يقابل هذا باغترار، بل كل يقول: والله وددت أني خرجت من الدنيا كفافا أو كفافا لا لي ولا علي. قاله عمر وقالته عائشة، وسننظر ما قال ابن عمرو رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أن ابن عمرو جعل يذكر والده: أبشر يا أبي، الرسول بشرك يوم كذا وكذا بكذا وكذا، ويوم كذا وكذا بكذا وكذا، يعدد عليه البشارات التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأقبل بوجهه، يعني تحول بعد أن كان وجهه الجدار، أقبل على الجلوس بوجهه، فقال: إن أفضل ما نعده، أفضل شيء نعده للقاء الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أفضل شيء نعده للقاء الله سبحانه وتعالى، أننا نموت على التوحيد، نعد للقاء الله الشهادتين. وقد قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، من قال لا إله إلا الله له عهد عند الله سبحانه وتعالى. فيذكرنا بما ذكرنا به النبي مرارا بفضل كلمة التوحيد والشهادة لرسول الله بأنه رسول من عند الله. ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاث، يعني كنت في حياتي على ثلاث مراحل، يجمل القول يعني، كنت في حياتي على ثلاث مراحل، أطباق يعني مراحل، كما قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، أنت اليوم معافى غدا مريض، أطباق. قال: إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني، يعني مرت علي مدة زمنية، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني كان يكره الرسول كراهية ما في واحد، ويقول كده: ما أظن أن واحد في الدنيا يكرهه كما يكرهه. قال: ولا أحب أن أكون، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، كنت أتمنى، غاية أمنياتي عبد الله بن عمرو، غاية أمنيات عمرو بن العاص، أكبر أمنية عنده أن يكون تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله.
يعني تخيل موقفه من رسول الله كان بهذه الدرجة. أكره واحد عنده على وجه الأرض هو الرسول، وأسعد شيء في حياته أن يتمكن من رسول الله فيقتله، هكذا قال. فلو مت على هذه الحالة ومت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، مد يدك يا رسول الله حتى أبايعك على الإسلام. قال فبسط يمينه، قال فقبضت يدي، بعد أن مد يده للبيعة قبض يده مرة أخرى، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط قبل أن أسلم أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال قلت أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي ما كان مني. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كل الذنوب التي سلفت قبل إسلامك في الجاهلية مغفورة، الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، ففيه فضيلة للحج، من كان ميسرا فليبادر بالحج. يا أخو الحج يهدم ما كان قبله، الحج حسنات عظيمة تدمر كل السيئات التي قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، يعني قلب الله سبحانه وتعالى حاله من بغض شديد للرسول إلى حب شديد، بعد أن كان أشد الناس كراهية لرسول الله أصبح أشد الناس من وجهة نظره حبا لرسول الله. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. وهذه الحال حال كثيرين. ثمام ابن أثال أيضا، أو ابن أثال، لما أتت به خيل رسول الله وكان سيد نجد، قبض عليه وأتي به أسيان الربطة في المسجد 3 ليال، والنبي كل ليلة يعرض عليه الإسلام ويأبى ثمام. يقول النبي ماذا عندك يا ثمام؟ كل يوم يقول له قال عندي يا محمد خير، إن تمن على شاكر، إن فكتنا أشكرك، إن تقتل ذا دم لي قبيلة ستطالب بثأري، إن كنت تريد مالا سل من المال ما شئت وأنا أعطيك. يعني ما يعلن إسلامه. 3 أيام كل يوم الرسول يمر عليه. في النهاية قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب وجاء واغتسل وقال والله يا رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إليك إلي من وجهك، ولا بلدة أكره إلى قلبي من بلدك. يعني أسمع اسم بلدك أكرهها، أسمع اسمك ما في واحد أبغض منك. والآن والله يا رسول الله ما على وجه الأرض من وجه أحب لي من وجهك، ولا بلدة على وجه الأرض أحب لي من بلدتك. فسبحان من يغير القلوب، قلوب يملكها الله. ونحو ذلك قالت هند لما أسلمت ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. والآن ما على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. شهدي أن الذي يقلب القلوب وقلبها هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. ومن دعاء للإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال عمرو رضي الله عنه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني لا أركز البصر في وجهي من إجلالي له. فمن الأدب أيضا ألا تركز البصر في وجه شخص تركيزا شديدا، بل من الوقار
أن تغض بصرك، وهو أمر كان يجل الرسول، لا يستطيع أن يطلق البصر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء وخجلا وإجلالا وإكرام. قال: ولو سئلت أن أصفه ما أطقته. يعني إذا واحد قال لي صف رسول الله ما أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ لأني لم أستطع التركيز في وجهه حياء وخجلا وإجلالا منه، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. الحالة الثانية: لو مت علي لرجوت أنني أكون من أهل الجنة. هذا الطبق الثاني. ثم ولينا أشياء، يعني أصبحنا أمراء، ولينا رقاب ناس، تحت أيدينا ناس. ثم ولينا أشياء، قال: ما أدري ما حالي فيها، كيف سيحاسبني ربي عن الرعية الذين كانوا تحت يدي. وهذه نفس المقولة التي نحو المقولة التي قالها عمر، لأن ابن عباس لما قال له: صحبت رسول الله فمات وعنك راضي، وصحبت أبا بكر فمات وعنك راضي، وصحبتنا فمت ونحن عنك راضون. قال: أما صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وهو علي راضي، فهذا من فضل الله علي، من الله به علي. وكذلك صحبتي لأبي بكر وموته وهو عني راضي، فهذا من الله به علي. لكن والله يا ابن عباس، كل ما أخشى صحبتك وصحبة أصحابك في الحقبة التي أنا وليت أمركم فيها، هذا الذي أخشاه يا ابن عباس وصحبتك لا يعني ابن عباس بنفسه، ابن عباس كان جليلا، لكن يعني الحقبة التي ولي فيها الخلافة. جزاك الله. الخلافة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد يا إخوة، الرئاسة والخلافة والملك لا يفرح بها والله أبدا، لا يفرح بها، فإنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة، في بعض الروايات: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، اللي بترضع غير اللي بتفطم، التي تفطم الناس يحزنون منها، الطفل يحزن من التي تفطم، لكن يحب التي ترضعه. فإذا كنت تتلذذ بالإمارة والرئاسة والملك، لكن في النهاية بئست الفاطمة التي تحجبك عن خير كثير وتحجبك عن معروف. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. ما أدري يعني الأمر لله في مدة الحكم والإمارة التي وليت عليكم فيها، وحق له أن يقول ذلك. فمشاكل الرئاسة ومشاكل الملك كثيرا ما تولد فتنا، والصراع على الدنيا يولد فتنا عظيمة، وخاصة القتل والقتال مع المسلمين، وما كان يوم صفين وما كان يوم كذا، كل ذلك يولد للشخص، سيفكر الشخص الذي عمله في دنياه، سيفكر الشخص هل سيطالب بحقوق أو لا يطالب بحقوق. وأكثر من يطالب بالحقوق من تولوا أمر الناس، أي ولاية كانت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما من أمير يلي أمر عشرة من الناس إلا وجاء يوم القيامة يلي عشرة من الناس ويده مغلولة إلى عنقه، مربوطة مع رقبته، فكها عدله أو أرداه جوره. جور ظلمه يرديه، عدله يفك، عدله يتسبب في فكه. فالإمارة أيها الإخوة صعبة وشديدة، والله لا يفرح لا برئاسة ولا بإمارة، لا يفرح بإمارة ولا برئاسة.
إلا من أعانه الله على ذلك وسار على كتاب الله وسنة رسول الله. لا يفرح لا بمجلس الشعب وعضو مجلس الشعب ولا وزارة ولا سيادة ولا سماحة الوزير ولا معالي الغفير ولا كل هذا لا يفرح به. كل هذا والله منتهي، كله زائل. صدق من قال لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فخذ العبرة مما يحدث من حولك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نرى على بعض صفحات الكراريس والدفاتر الأولاد صور لرؤوس ملوك ورؤساء، ولو مصر ملوك ورؤساء، الملك فاروق، مش عارف، محمد علي، أحمد عرابي، سعد بن زغلول، الرؤوس أين هم الآن؟ صفحة مليئة بالرؤوس، أين هم الآن؟ وأراهم التراب كلهم، كلهم في التراب الآن وأصبحوا رميما. لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن ربنا قال كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أرجع إلى قصة عمرو بن العاص، قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، أمري موكول إلى الله فيها. الحمد لله أن الله فتح به مصر، وإن كانت دارت خلافات بينه وبعض الصحابة عن اجتهادات، الحمد لله له فضل علينا، أجدادنا أسلموا على يديه هنا في مصر. والله أعلم ما حالنا إذا لم تكن مصر فتحت. أن نعبد أصناما، نعبد من؟ الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، وجزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عنا خيرا، جزاه الله عنا خيرا. هو سير أصحاب رسول الله. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. كانوا أحيانا في الجاهلية إذا مات الميت أزفوه بالنار، يعني كل واحد معه نار، والنائحة تأتي تعدد عليه، النائحة تعدد عليه، تذكر مناقبه، تذكر محاسنه، وأحيانا يكون الثناء بجهل، تقول يا ميتم الأطفال، يا قاتل الرجال، تثني عليه بما هو شر، بما كان يفعل في جاهليته. وكان هناك من أهل الجهل من يوصل النادبة تفعل ذلك، كما يقول قائل من أهل الجاهلية إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله، قل عني كلام، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فكانت الأول في الجاهلية الواحدة واحد يموت تأتي النسوة يبدأن لطم الخدود، واحدة مغنية ندابة تندب وتعدد بأساليب محزنة، فتندب وتعدد، وفجأة تجد النسوة ينفعلن معها ويقمن في الحال بلطم الوجوه. ورأينا هذا بأعيننا كثيرا في بعض البلاد، تنزع تأتي، والله رأيتها بعيني، تأتي بطين تأخذه طليت به رأسها ووجهها، وتبدأ الندابة تندب، وفي الحال لما تسخن الموضوع كل يقوم يلطم على الوجه، وتنفعلنا أكثر، يشققن الجيوب والصدور، تشق الثوب. لذا الرسول قال ليس منا من شق لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكان الناس في الجاهلية ولا عدد علي يا ستيت، شوف هتقول ايه لما موت، تجلس تخبره بالاشياء التي فالمهم هذه النائحة. كان شيء من ذلك في مطالع بعثة النبي عليه الصلاة، يأخذ البيع على النسوة على عدم النياح، حتى ان ام عطية ولا ام سليه واحدة منهن قامت لما الرسول أخذ عليهن البيع على النحنة، قامت واحدة تقول يا رسول الله إلا فلانة أسعدتني. أسعدتك يعني؟ ما معنى أسعدتني؟ يعني يوم مات لي ميت جات وعملت اللي ما يتعمل، يعني لطمت وصيحت، ما فسرت هي إن فلانة أسعدتني. نعم، واحدة يموت لها ميت وتأتي واحدة يعني تندب لها ندبا يعني جيدا، تقول أسعدتني بهذا،
ساعدتني في المشكلة يوم مات زوجي ولا يوم مات أخي. فالشاهد إلا فلانة، يعني تستثني. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام تبين على عدم النياح، على عدم النياح، تقوم واحدة تعطل تقول إلا فلانة أذن لي فيها، يعني هتندب شوية لكن طبعا في حدود المشروع. ورد في رواية أن النبي أذن لها، لكن ليس في اللطم والشق ستتكلم بكلام تعدد على الميت، تقول كان بالناحية الشرعية الله يرحمه كان بارا، كان يكرم الأيتام، كان يفعل كذا بالمساكين، تعدد المحاسن ليس تعديدا لأهل الجهل كما يفعل أهل الجهل. الشاهد أن عمرو بن العاص حذر من أي معصية ترتكب معه في تلك المعاصي التي كانت شهيرة في تلك في ذلك الزمان، لا تتبعني نائحة ولا نار، لا واحدة تمشي خلفي تعدد ولا تصيح ولا تقول فلان وفلان ولا تزفوني بالنار، لا تزفوني بالنار، لا تتبعني نائحة ولا نار. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني رفقوا فتدفنوني غط لا يطرب، يعني برفق. الشن الماء الذي ينزل من الشن القربة، يعني برفق وهدوء شنوا علي التراب شنا. وهذا حال بني آدم كبيرهم وصغيرهم، كما قالت فاطمة لأنس رضي الله عنهما: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، يعني تنحر جزور ويقسم لحمها، اجلسوا عند القبر، عند قبري قدر ما تنحر جزور. هذا من كلام عمرو بن العاص، ظنه بعض الفضلاء من كلام رسول الله، ظنه بعض الفضلاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، يعني قفوا عند القبر لعلكم تدعون لي دعوة يثبتني الله بها عند السؤال، لعلكم تستغفرون لي، تسأل الله لي التثبيت. هنا يثير العلماء مسألة سماع الأموات، هل هو يسمع وهو في داخل قبره لما قال أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، لعل شخصا يدعو لي بالثبات كما قال الرسول: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعوات مطلوبة للميت في هذا الوقت. مسألة سماع الأموات من عدم سماع الأموات، من العلماء من يقول الموت لا يسمعه، لأن الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويستدلون بأحاديث أخرى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال آخرون من أهل العلم: بل الموتى يسمعون لكن سماع لا ينفعهم، لا ينتفعون بهذا السماع لأن عملهم انقطعت. واستدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل بدر من أهل الكفر أن يسحبوا إلى قليب منتن خبيث قليب بدر، فنادى: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا.
قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. واستدلوا بحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم. واستدلوا بأثر عمرو بن العاص: لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. واستدلوا بعض الأحاديث من السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فالحاصل على أي حال كان الأمر يسمعون سماعا لا يفيدهم بشيء ولا يجيبون بشيء، لكن هل يسمعون عقيب الوفاة فقط ومع ذلك تنقطع السماع؟ قال بذلك بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة نصوص الكتاب العزيز: إنك لا تسمع الموتى. وجه القائلون بأن الموتى هم الكفار، ولا تسمعهم، لا تسمعهم ما ينتفعون به، كما قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فهذا المختصر: فالأموات لا ينفعون ولا يضرون، وإن سمعوا ما ينتفعون بسماع، ولا يستطيعون أن يجيبوا داعي يدعوهم لما سمعتم مما ذكر، ولما في قوله تعالى أيضا: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يعني واحد واقف على شاطئ النهر، قل يا نهر اطلعي لي يا ميه، اطلعي لي أريد أشربك. ما يمكن أبدا أن تطلع لك المياه إلى فمك وتسقيك، ادعو ليل نهار كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن الشخص يراجع نفسه عند في دنياه قبل أن يراجع عند الاحتضار. بسرعة راجع نفسك، فكر في الذي صدر منك في دنياك. عندك مظلمة، ظلمك أحد من الناس، أو لك لأحد عندك مظلمة، تحلل بسرعة، تحلل بسرعة من ظلم العباد، تحلل بسرعة من ظلم العباد. ما الذي اقترفته على نفسك في حق نفسك مع ربك سبحانه؟ استغفر الله منه، اعمل اعمالا صالحة قبل ان يحال بينك وبينها. سيأتي وقت تشتهي ان تتصدق، ولكن كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعمومه كنت تشتهي اشياء، وتشتهي اولاد، وتشتهي طعام، وتشتهي اشياء، حيل بينك وبينها. تشتهي ان تستغفر، تعمل عمل صالح، حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هذا يوم لا محالة آت، لا محالة، لا بد أن يأتي عليك هذا اليوم. فالعاقل الفطن الرشيد هو الذي يعد لهذا اليوم عدته، وللقاء ربه عدتها. ونصوص الكتاب العزيز تشهد: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر ما الذي قدمته لغد. أنت الآن تريد سيارة وتريد بيتا وتريد لأولادك، ما الذي قدمته لآخرتك؟ لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونعم المال الصالح للعبد الصالح، يوجهه في طاعة الله وفي مرضاة الله. أما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاعملوا صالحا، اجتهدوا في العمل الصالح، اجتهدوا في العمل الصالح. وأذكر في النهاية بقول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك.